دونك اليوم الصباح كان عندي لقاء تشرفت بلقاء السيد رئيس الحكومة فيما يخص قطاعين هامين اللي هما القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية. بل كل شيء معناتها جبنا اللي شفناه هو على الوضعية القطاعين هذوما الصعوبات اللي يعيشوا فيها واحنا الكل نعرفوا الوضع الاجتماعي وخاصة الوضع العمال اللي يخدموا في السياحة والصناعة التقليدية في وضع دقيق. تعرفوا القطاع متوقف عنده عدة أشهر اليوم. في الموجة الأولى كان فما توقف جزئي من 3 أشهر، ثم كان عندنا شوية عمل بالنسبة لفترة الذروة جويلية أوت وسبتمبر، لكن في هذه الفترة كان النشاط السياحي محتشم جدا. هذا ما خلى وضعية القطاع معناتها تزداد دقة. مع الموجة الثانية اللي جات منذ شهر شهر ونص والإجراءات الصارمة اللي كان لازم ياخذوها على مستوى الحكومة بطبيعة الحال هو القطاع الآن في وضع شباب الآن توقف تام. هذا بطبيعة الحال عنده انعكاسات كبيرة على العمال بتاع القطاع السياحي والصناعة التقليدية اللي اليوم في وضعية اجتماعية معناتها دقيقة ودقيقة جدا. وهذه بالنسبة لنا احنا العمال بتاع القطاع السياحي هما سي لو فون دو كوميرس بتاع القطاع وهي القوة معناتها اللي لازمنا نحافظوا عليها باش كي يرجع النشاط السياحي يكونوا عندنا مؤسسات معناتها تكون قابلة على احتضان السياح في ظروف ملاية. كل هذه الإجراءات وكل اللي شفناها واللي عشناها في 6 أشهر أدت إلى أرقام صحيح تبين دقة الوضع في القطاع هذا تاع السياحة والصناعة التقليدية. 3 أرقام برك يوريو معناتها الوضعية. أولا على مستوى العدد الجملي الوافدين إلى غاية الأخيرة تقريبا 78% نقص. 77.7 بالضبط اكزاكتلي. بالنسبة للعائدات السياحية تراجع ب 62%. 61.7% اللي حد لا بريسيون. وعلى مستوى الليالي السياحية 80.5% تراجع. دونك هذا اللقاء اللي كان عندي مع السيد الرئيس الحكومة كان باش نوصل صوت العمال وكل المتدخلين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والتخوفات نتاعهم معناتها لفقدان هذا المواطن هذا الشغل. وعلى ضوء هذه التشخيص اللي عملناه وشفناه السيد رئيس الحكومة قرر عدة إجراءات اللي عندها صبغة اجتماعية خاصة بخصوص هي لحماية قطاع السياحة من الاندثار والمحافظة على مواطن الشغل. باش نعطيكم البعض هذه الدفعة بتاع الإجراءات اللي تم إقرارها اليوم وهي على ضوء الاجتماع وما تداولناه كمقترحات في المجلس الوزاري والقضايا تخص التي خص مؤخرا للسياحة والصناعة التقليدية. أولا القرارات الاجتماعية الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور. وهي تتمثل في أولا تكافل الدولة بمساهمة الأعراف في عنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والثانية والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذي تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقف عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا. ثانيا تمكين العمال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار إلى فترة البطالة الفنية. ثالثا تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية وميكانيك
وكاله التكوين في مهن السياحه تحمل كلفته بصفتي استثنائيه على موارد صندوق تنميه القدره التنافسيه في قطاع السياحه، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحه عذور قدرها 300 دينار تسند في نهايه التكوين. يعني هذوما سوسون دي فون على الفوتيك، معناتها على صندوق نتاع القدره تنميه القدره التنافسيه اللي هو يساهم فيه معناتها المهنيين. رابعا جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة. خامسا تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام وزنانة هذه الجدولة في آجالها القانونية. المحور الثاني وهو قرارات اقتصادية. تمت الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائية والمالية والمتمثلة وهو الإجراء رقم 6 إعفاء وكالات الأصفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المقدر ب دينارين على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي وذلك لمدة 6 أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021. سابعا تمكين مؤسسات سياحية ومؤسسات صناعة تقليدية من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على نتائج محققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مع إدرام جدول دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022. قرار ثامن إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصرية لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تم اشتراطها على كافة القطاعات الأخرى واعتبار كافة المؤسسات السياحية من المؤسسات الأكثر تضررا. إجراء 9 إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسية للضمان السوتيكار وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 30 أبريل 2020 وخاصة فيما يتعلق باحترام حدود سقف 1 مليون دينار لكل وحدة مستغلة. قرار 10 إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية. قرار 11 التمديد في آلية الترفيع بدعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة حرفي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021. المحور الثالث القرارات حول السياحة الداخلية. وتم الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة والمتمثلة. قرار 12 هو السماح للسياح القادمين في اطار السياحه الصحراويه رحلات المخيمات الصحراويه من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحي للسياحه التونسيه والبقاء في مجموعات مؤقته. قرار 13 تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحه الداخليه الى غايه 31 مارس 2021 يمول من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة. 14 تنفيذ برنامج دعم الرقل الجوي مع مطار توزر الدولي يخصص لتحفيز الحجوزات السياحية للجنوب الغربي يمول من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة. رابعا أوصى السيد رئيس الحكومة على الإسراع في الإصلاحات الهيكلية للقطاع. تم في هذا الإطار تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة السياحة
والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز 3 أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق. وأخيرا تم دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس الوزاري المضيق المعقد في 30 أبريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفريق قطاع الصحة. وشكرا. بارك الله فيكم. باهي، ثم أسئلة؟ فيهم القرارات هذوما مكتوبه باش تكون كيما في دالاس كي خاص خاطر الكلمه بحسابها راه في القرارات كي تكتبوا ماذا بينا تكون في اللي تكتبوا دالاس كي خاص. دونك شكرا يا سيد الوزير. بارك الله فيكم. ميرسي. شكرا. سامحني؟ À la déclaration.